كبيرة نبت بيت القرآن القارئ وابن القارئ الإذاعي الكبير صاحب الأدب في كل مكان صاحب الواجب والاحترام. إذا سألت عنه فسل عن الأدب أينما كان قارئ مجيب ومتقن صاحب صوت شجي بكاء إنه القارئ الإذاعي الكبير قبيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي. رحب بالعلم الذي وصل إلينا الآن صاحب الواجب والأدب والاحترام فضيلة القارئ والمبتهل الإذاعي الكبير مولانا الشيخ محمد أحمد حميدة. سيدنا الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي يتفضل ليتلو علينا من آيات الله. أرحب بالسادة الكراء جميعاً وأود أن أقول قارئ كبير أو صغير كلهم ذا قامة ومقامة أدب واحترام وهم منا جميعاً خالص التقدير والشكر لكل من حضر معنا في هذه الليلة. رحب بالعلم مرة أخرى الإذاعي الكبير العلم صاحب الواجب سيدنا الشيخ طلعت التمرداش الذي وصل الان والان نستمع لعلم الواجب ولنا الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي القارئ وابن القارئ بمركز ومدينة كفر شكر قليوبية. الله اسأل ان يفيض عليه ربي بالقبول ولي ولي حضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا
إنه عليم قدير. لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من إنه عليم قدير
ويهب لمن يشاء وما كان
إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان نورا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا تدري ما الكتاب وما الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء
نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط صراط الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أما إلى الله تصير صدق الله العظيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة للعلم القرآني النزاعي الكبير القارئ وابن القارئ فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي. رحب بأعلام التلاوة الذين حضروا أثناء التلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمد شوقي عبد الصمد فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو شرف فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد حميدة فضيلة القارئ الشيخ طلعت محمد الدبرداش فضيلة القارئ الشيخ أحمد عبد البر فضيلة العلم الإذاعي الكبير دكتور عبد الفتاح علي الطاروطي. والآن تلاوة لفضيلة القارئ الشيخ أحمد.